نديرو خياطة حبيباتي. أول حاجة نديروها نبداو نجمعو الفستان تاعنا من أمام، نخيطو لي بانو هادو، نخيطو التجاف، كي نكملو نزيدو نخيطو المراوح الأكمام هادو، نخيطو كلش ونبداو نسرجيهم. أول حاجة نبداوها نبداو بفتحة الرقبة كيما راكم تشوفو. دايما نبداو بوان داري، نقولو ساعة بسم الله، نبداو بوان داري، نخيطو ونحيدو الزفايل. دايما عندكم مقص صغير نقصو بيه الخيوط، كيما توصلو إبانكلا نحيوها كيما راني ندير. يتوصلوا للزوايا هذو وتخليو البرا داخله وتضوا كالعاده باش تخيطوا في الاتجاه. الاخوات اللي ما يعرفوش يرسموا الخط هذا اللي حيخيطوه كيما هكا بالطباشير، يرسموا بالطريقه هذه باه ما يعوجوش الخط وفي نفس الوقت ما يغلطوش وتجي الخياطه متساويه كيما درت انا. خطراكش كاين اخوات قالوا لي بلي الخياطه راهي تجي ماشي مهوجه، انا نقول لكم ارسموا الخط اللي حتخيطوه الطباشير كيما هكا وخيطوا. دائما في الزوايا نحبسوا ندخلوا البرا وندوروا نزلوا في الجيش ندوروا الاتجاه المقابل لينا نفس الطريقه. تجيبوا الطباشير وترسموا الطريق اللي حتحكموها في الخياطه بالشكل هذا، تكون الوصمة متساوية، المسافة من لهنا متساوية، وتكملو تخيطو بشكل عادي كيما راني ندير. دايما حاجة حادة تحكمو بها الكتان باش ميمشيش للأمام وتخيطو. نحيو الزبانجل، الطريقة هذي تكملو فتحة الرقبة للأمام وللخلف. نهزو كيفيش ونخليو البرا في الزاوية باش نحافظو على فينيسيون تاعها. نعاودو نزيدو نرسمو الطريق اللي حنخيطوها طباشير كيما هكا ونخيطو. هذه نصيحة للأخوات اللي مازالو محكموش ليدهم في الخياطة وتعوج لهم الخياطة، دايما بوان داري كنكملو نقصو الخيط هكا. زيدو كرونتي وهذا مكان كوني موافقة نوريكم كيفاه. نجيو دوكا نحب نخيطو لي بانو هادو، منبداوهمش من هنا، نجيو هنا من التحت، تبداو من التحت كيما هاكا الاتجاه هذا تخيطوهم دايما بوان داري، تأكدو بلي القماش معدول وتخيطو. كي تكملو ديرولها السوجي كامل خاطرش القماش هذا لي سنسر حل باش ما يطيحلكمش. لي ما عندهاش لا سوجي تقدر تدير أي خياطة تسوجيلها ولا خياط وتسلكو، هذا مكان لا سوجي مليحة تحصل القماش. خيطوا الاكمام خيطهم بالطريقه هذه. المبتدئه الثاني دائما ترسموا الخط هذا اللي حتخيطوه بالشكل هذا، قيمه الخياطه ارسموها تجيكم سهله. دائما فنداري ما نساوش حاجه حاده في بينا ونخيطوا نحكموا بها الكتام باش ما يزلقش الامام. نحيو لي زيت انجل
الطماطم في الزاويه كيما قلت لكم تهزوا بيبيش وتضربوه. كي تكملوا تكرونتيو كامل هذه الحافه وتقلبوها لداخل بالشكل هذا. باش تحصلوا على فينيسيون مليحه تقلبوا لكم تحصلوا عليه بالشكل هذا. زيدوا خيطوه هنا الطريقة هذه. باش تحصلوا على الترشيفة هذه باهية زيدو حكموه هنا وكملنا الحاشيه. باش كي تحبوا ديروا لاسورجي تجيكم ساهله نفس الطريقه تطبقوها لكم الثاني. اخواتي فيه شويه تغيير مش زي الامام. خليوه هنا قيمه 40 سنتيمتر. تخيطوا الساعه بطبطين هذا هاهو خيطوه وجمعوا لي بانو هذا من ومن. بقيتكم هنا بلاصه السنسور تخليه قيمه 40 سنتيمتر ولا 130 سنتيمتر برك. تخيطوا هنا قيمه ربع صباع. هذه قيمه ربع صباع تخيطوها قبل ما تبداو تخيطوا في الاضافه هذه تاع الورقه هذه تاع التخان هذه. كي تخيطوا هنايا تبداو تلصقوا الورقه هذه بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. تبداوها من تحت وتجيو هنا من بعد تهبطوا. كي تكملوا سورجيوها هذه التخان هذه تسورجيوها من تحت ابتداء من وحدها من هكا حتى الدان. تفتحوا هذا هنا بلاصه السنسور بالشكل هذا. ديروا هذه الجهه وحدها هذه الجهه وحدها وتسورجيو ثاني لي بانو وحدها. كي تسورجيها نرجع كي نحبوا نخيطوا اول حاجه حنخيطها هي الخلف تاع الفستان هذا في اللي فيه السنسور الدوري هذا. اول حاجه نديروها نجيبوا السنسور نفتحوا كيما هكا هذا الطبطين نحطوا بالشكل هذا الوجه عند الوجه بالطريقه هذه. نجيو هنا الجزء هذا اللي ما فيه والو نطويوه بالشكل هذا ونطويو عليه الطبطين الطريقه هذه ونحكمو بليزيبانجل. نحكمو الجهه هذه كامله هكا بليزيبانجل تلان.
خيطوها تخيطوها ومن بعد نخيطوها هسه ومن بعد نجيو نلصقوا الجهه اللي من هنا. اول حاجه نديروها نخيطوها على الحافه تاع السنسور بالشكل هذا، نحكم الساعه على الحافه. السنسور هذا نقدر نخيطوه بالبيشاري العاديه، ماهوش سحاب سحري، خيط عادي بالرجل العادية هذه. تحكموا ساعة الحافة كيما هكا من جهة، تفتحوا حتى لتحت تحت الخياطة بحدا الصباع، ماكش الزايد حتى تنحيوها. بنفس الطريقة طبقوها على الجهة اليمنى. نقلبو الساعة السنسور، نقصو هذا الزايد هكا، نعدلوه كيما هكا الطريقة هذه. بيدينا برك شينا السنسور هكا باش يتغطى شوية القماش، نحكموه بالطريقة هذه. قبل ما نحطو القانون لازم الساعة نفينيو السنسور من الخلف، ومن بعد باش نحطو القانون. بنفس الطريقة نطبقوها على الجهة الثانية تاع السنسور. السنسور هذا متحوف يسمى الشتي، يبقى يبان وفي روحه ذهبي. نحكمو كامل ديزي بانجل ونروحو الجهة اللي منا، نطبقو نفس الطريقة اللي درناها مع الجهة هذي. نجيو كيما هكا الجهة هذي. بعد ما حكمنا السنسور بليزي بانجل كيما راكم تشوفوا، حكمته كامل بليزي بانجل، تحكمت الطبطين هنا بليزي بانجل. نجيو دوكا نخيطو، نبداو نديرو خياطة منا ونهبطو هاكا تحت السنسور، نديرو في، نزيدو نطلعو نخيطو حتى الجهة الثانية انفتحت الرقبة. أنا خيطت الخلف، خيطت السنسور خياطة ثانية، تحكمت الطبطين بالخياطة حتى لهنا في الجهتين. دركا حندير ملاقات الكتف، الأمام اليوم الأمام هو اللي يجمع الخلف، لأن الخلف في السنسور لازم نخدموه هو الأول. نجيو هنا نحطو دايما الوجه لوجه، نخيطو بالطريقة هذه، نقلبو الطبطين بالشكل هذا، ويلي الخلف وسط الأمام. نحكمو بليزي بانجل، نخدمو الجهتين نحكموهم باش نبداو نخيطو مرة واحدة. خيطو الجهة الثانية، نحكمو الجهة الثانية ثاني، حطو دايما الوجه، حطو عليه الوجه كتف مع الكتف، ونقلبو طبطين بالشكل هذا. كي نكملو نخيطو، خيطو الكتفين مع بعضهم مرة واحدة. نجيبو الكتف الثاني، نحيو بالزبانجل
ما قلبنا الفستان نخيطوا فتحة الرقبة، نعاود لها خياطة هنا، نحكم الطفين، وكنبداو نحطو في القالون الفستان، نجيبوه كيما هكا، نبداو حتى هو نحكموه بزيبانجل بالطريقة هذه، نحكم هو شكل الرقبة. نقصه ونخدمه في الاتجاه العكس، تعمل فتحة الرقبة وتحط الجرو مكانه بالزبادي. قصه حاولوا تعملوا دايما الشكل هذا، لازم القلم هو اللي يحكم شكل الرقبة، مش يجي باهي. نفس الطريقة نكملوها مع الجهة هذه، نجيب زوج منها نقصه. القلم كي تشريو لازم تفصلوه نتوما بحسب الفتحة اللي تعلقها بلي حديروه، كمل النصف الثاني، تجيو ثلاثة اخرين هنا بالشكل هذا. نتعدلو بالشكل هذا بما تخيبو، كملت التلصاق تاعو بزيبانجل، و بعد قصيت وحده و درتها هنا في فتحة الرقبة هنا، جات لاكوب تاع الرقبة جات ما شاء الله. هنا بنفس الطريقة تكملو القالون هنا من الخلف، هنا دوك نكملو وحدي، كملوه بالطريقة هذه و يجي يحكم شكل فتحة الرقبة من الخلف. التصاقت القالون، شوفوا الأكمام كيف جاو، جاو ما شاء الله. كيف فصلناه مع بعضنا مدورين على حسب القالون، راني لصقت كل شيء دوكا بليزي باكن. دوكا نوريكم الفستان الخلف، هاهو الخلف كل شيء محكم بليزي باكن. الأمام ضالوا لي حبات من القالون، شوفوا وين درتهم، زينت بيهم من الامام، طاشيت بيهم الفستان من الامام،
وكتبقى لي التلصاق تاع القلم. انا بقى لصق القلم حرك بالبي هذه تاع نص رجل اللي وريتها لكم من قبل، درت لها فيديو خاص، هذه تساعدني بزاف في الخياطه تاع لي قالون هادو، باش لي بيرل هادو ما يكسروليش البرايس. ما كي نركب هذه تجيني الخياطه ساهله، ماشي كيما الرجل الاخرى، هذه ماشي كيما هذه، هذه كي نحطها كيما هكا ما نشوفش لي بيرل وتكسر لي البرا، ونقعد غير نبدل في لي بالي. هذا المكان دوكا نركب فيه ونبدا نخيط. كيف نلصق القالون خي دايما نبارطاجي معاكم المراح الكامل. ركبت الخيط الاصفر ونجي للقالون عند الحاشيه تاعو كيما هكا ونخيطو. هاك كي تخيط باليد ما يجيش مليح كيما تخيط بالمكانه هكا، وتبعوه بشويه وردوا بالكم تحطوا البراع على زيكم على لي بيرل، خاطرش كي تحطوا البراع اللي باقي البراع اللي باقي راح تكسر. كاينه وحده دايما تسالني تقول لي انت كيفاش تخيطي القماش تاع لي بيرل في جهه الخياطه؟ انا دايما نحي لي بيرل يجي في جهه الخياطه، مستحيل نخيط لي بيرل خاطرش البراع راح تتكسر. نقي القندوره في جهه الخياطه من فوق لتحت، في الذراعين، في جهه الرقبه، طول نحيهم لي بيرل هذوك بالفاري ولا بحاجه هكا، وتوجعني في يدي بصح واش حندير. هذه هي الخدمه، لازم تنحيهم هذوك لي بيرل. تبع القالون كيما راني ندير انا، شوفوا كيف راني نهز ركبتي في البيت بيش وندور الطريقه هذه. تصبروا عليه وتخيطوا ويجي متحوف. كملوا كيما هكا الخدمه الفستان كامل امام وخلف باشات حتى تكملوا. اي حاجه مليحه اللي قلت لكم تبغي صبر، اللي ما عندوش صبر ما يقدرش يمتهن هذه الحرفه، مستحيل يمتهنها، يقلق ما يقدرش يولي خياط ولا خياطه. لازم البال طويل والصبر، الصبر هو اللي يخليك تكتسبي هذه المهنه، تعود عندك فيها خبره. الاخوات اللي ما يقدروش وعندهم يخافوا من الفصاله، نقولهم ما تخافوش، طرف قماش في زيت وخلاص، المهم تنحيو به الخوف. جربوا في الاول الثاني الثالث خلاص حتنحل الرهبه تاع الفصاله. هي نورمالمون ما تخافوش من الفصاله ولا من المقص، المقص هو آلة انت اللي تصرفي فيها ماشي اللي تصرف فيه. هذه الفكرة تاعي انا اللي نصرف كتان، هذا انا اللي حنخدمو مش هو اللي حيخدمني. ما نخافش، لازم ما تخافوش، اللي خاف عمره ما حيتعلم. لازم دايما الارادة قوية للامام، برك يرجع للورا ويخاف عمره ما حيتعلم، عمره ما حيدير حتى حاجة في حياته، حتى قرار في حياته. الشجاعة والإرادة هي اللي تخليكم في حالات وتخدموا وتتقدموا الأمام وتتغيروا وتطوروا أرواحكم. كما هكا حبيبتي تكملوا القالو وحدة وحدة حتى تكملوا ويلصق. كي تخلصوا نحيوا لي زيبانكل تحصلوا عليه مخيط. ها منا درت الخيط الأصفر ومنا الكحل عادي. بعد ما كملت خياط القالو امام وخلف للاكمام، لصقت الاكمام في الفستان. خي درت لكم فيديو كطريقه خياطه مونش كورباي تقدروا تشوفوه، وغلقت الفستان في الجانبين كما راكم تشوفوا من فوق لتحت. دوكا بقى لي غير نكفف فتحه الايبت. لي دائما نوريكم اللقطه هذه، تطويو تجيو هنا الجانبين وتطويو هكا بالشكل هذا، تحكموها بلي زيبانكل، تخيطوها ابتداء من الجهه هذه للجهه اللي من هنا، من الامام للخلف بالطريقه هذه. نوريها لكم نفس الطريقة، طبقوها على الجهة الأخرى
قالنا الكفة تاع الفستان دوك نزيدو نديروها على برانا، خطرات فيها التخان من تحت كيما هكا تحصلوا على النتيجة هذه. كنديروا الكفة مع بعضنا، جيو هنا التخان من تحت كيما راكم تشوفوا هنا، تبداوه من النهاية تاعو تطويو بالشكل هذا باش تحصلوا عليه هذا الشكل تاع الورقة المدبب هذا. تحكموا هنا ليزيبانيل، نبداو هنا تكفو فستان كي يعود نتاير من تحت لاسور يجيكم مكفى ساهل بالطريقة هذي. تتبعو هذا المكان تمشيو بالكفة على نفس المستوى، ماشي جهة عريضة وجهة رقيقة، جانبين تفتحوا دايما الخياطة لي تاع الجانبين وتقلبوا بالشكل هذا. كي نكمل بوكا الكفة نحدد الفستان ونوريكم النتيجة النهائية تاعو والمانكا لبساتو. الشكل النهائي لغوب سواري نوار هذه كمل كما راكم تشوفوا فيه اخواتي، سواري عراسي ما شاء الله، قماش بروكار نوار كما راكم تشوفوا فيه بالقالون البانس برانسيس طاي 50، وراني منقصة فيها على جال المانكان ضعيفة. لي زيبانغ كيما راكم تشوفو في الجوانب كيما راكم تشوفو منا، دوك نزيد نوريكم الخلف تاعها، شوفو ثاني الأكمام كيفاه جاو، جاو ما شاء الله، كيفاه خيطنا ثاني القانون. نزيد ندور لكم المانكان تشوفوا الخلف تاعها كيفاش جات تخام الخلف، خلف تاع الفستان حبيباتي كيما راكم تشوفوا جا ما شاء الله. شوفوا الورقه هذه اللي زدناها ولا الفورماجه كيما يقولها البعض، جات هايله هاي كيفاش زدناها. جات روعه كبيره، نزيد ندورها لكم من على الجنب تشوفوا كيفاش تجي، شوفوا كيفاش يجي من تحت، الخلف يجي هابط ومن الامام يجي قد قد. جات ما شاء الله، عقوبه ليكم ديروا وحده. تنجحوا بالخطوات اخواتي، تنساوش حبيباتي تبارطاجيو الفيديو هذا مع الأهل والأصدقاء في جميع وسائل الاتصال، وكفروا لجام حبيباتي هي اللي تخلي قناتكم هذه تبان في صفحة البحث. خليكم على خير إن شاء الله في الفيديو المقبل مع موديل جديد، ومع السلامة إن شاء الله.